مرحبا، معكم تسنيم سعودي. هاي رابع محاضرة محاضرات البيرولوجي Diagnosis and Management of Viral Infection. المانجمنت هون يعني احنا بدنا نعمل Diagnosis، يعني بدنا نعمل تشخيص وبدنا نسيطر على الفيرال انفكشن. المانجمنت هون بتشمل البريفنشن وبتشمل التريتمنت، تمام؟ طبعا اي شيء بحكيه بكون يعني الدكتورة حكته، تمام؟ عنوان محاضرتنا لليوم Detection of Virus، نكشف عن وجود الفيروس وانه اشوف الفيروس جوا السامبل. Virus Isolation انه نعزله، انه نشوف الانتيجين تاعت الفيروس، يعني مش الفيروس كامل، لا الانتيجين تاعت الفيروس، تمام؟ نشوف الانتي فيرال انتي بودي، نشوف الانتي بودي تاعت اللي بتهاجم الفيروس، نشوف النيوكليك اسيد تاعت الفيروس، ونشوف الجين سيكونسينج اللي هو نشوف الجينوم تاعت الفيروس. هون الديتكشن اوف انتي فيرال انتي بودي الدكتوره حكت عنه ان هو سيرولوجيكال تيست، تمام؟ سيرولوجيكال تيست هو اي تيست بيكون ما بين الانتي بودي والانتيجين، اوكي؟ اول شيء بدنا نحكي عن الديتكشن اوف فيروس. هلا شو بقول لي انه الفيروس حجمه جدا صغير. اذا بتذكر بالمحاضره الثانيه كان او بالمحاضره الاولى كنا نقيسه بايش؟ كنا نقيسه بالنانومتر. هلا بما انه انا بقيسه بالنانومتر معناته حجمه جدا جدا صغير، تمام؟ معناته انا بدي اشي يعني تقنيته تكون عاليه حتى اقدر اشوفه. طب مين هذا الاشي؟ بشوفه بس بالالكترون مايكروسكوب، تمام؟ هلا الالكترون مايكروسكوب بخليني اشوف الفيروس بارتيكل، تمام؟ هلا انا لما اشوف الفيروس بارتيكل ايش رح اشوف اياتها تحت الالكترون مايكروسكوب؟ يعني الالكترون مايكروسكوب شو بخليني اشوف؟ بخليني اشوف المورفولوجي تاعت الفيروس، يعني شو شكل الفيروس، وبخليني اشوف السايز تاعت الفيروس، تمام؟ اكثر اثنين يعني بنحسهم واضحين جدا تحت المايكروسكوب هم الروتا فيروس والايبولا فيروس. هلا هذا الشكل اللي هون هو عباره عن الروتا فيروس، تمام؟ شو شكله؟ الدكتورة حكت عنه شكله انه هو مثل الكارت ويل اللي هي مثل عجلة العرباي، تمام؟ اما الإيبولا فيروس الدكتورة حكت انه هو بيشبه الافعى وهو بيكون فلامينتاس، اوكي؟ كمان انه بدنا نعرف انه المايكروسكوب هذا الالكترون مايكروسكوب حجمه كتير كتير كبير، يعني لدرجة انه بدي معمل كامل لحتى بس احط فيه جهاز الالكترون مايكروسكوب واحد، تمام؟ لانه حجمه بيكون كتير كبير وبده تجهيزات خاصه، يعني بده بروسيسنج خاصه لحتى ما احط العينه تحت، يعني تحته بيكون استخدامه ليميتد، لانه يعني بكلفني وقت كتير، بده مساحه كبيره، البروسيسنج تاعته يعني بتكلفني مصاري كتير، فعشان هيك بيكون هو ليميتد، تمام؟ وبس انه يعني كمان انه احنا لما نحطه تحتيه ما بنقدر نحصل على نتيجه سريعه، تمام؟ فلما بيجي عندي مريض بدي احط تحتيه الفيروس هذا بدي وقت طويل كتير لحتى ما احصل على نتيجه، فيعني المريض ما بيستحمل هاي المده كامله لحتى ما اكتشف انا شو نوع الفيروس وبعدين اعطيه علاج، فيعني استخدامه بيكون ليميتد. هذا الحكي بالنسبه للديتكشن اوف فيروس. نيجي على الفيروس ايزوليشن. هلا الفيروس ايزوليشن بتتم بثلاث طرق. اول اشي عندي الامبريونيتد ايج، تمام؟ ثاني اشي عندنا التيشو كلتشر، واخر اشي عندنا الانيمال انكيوليشن. هلا نيجي على اول طريقه اللي هي الامبريونيتد ايج. بنجيب بيضه تاعت اي حيوان، تمام؟ وبنحط فياتها السامبل، اوكي؟ طيب انا وين بدي اعمل انجكشن؟ يعني باي اماكن من هاي الايج بدي اعمل انجكشن للسامبل اللي معي؟ يعني انا جبت سامبل من المريض، تمام؟ وبدي اعمل للفيروس ايزوليشن، يعني انا بدي اعمل له ريبليكيشن كثير عشان اعرف شو نوع الفيروس هذا، تمام؟ فبجيب السامبل وبحقنها بواحد من هاي الاماكن، اما بحقنها باليوكسا او بالامينوتيك كافيتي او بالالالونتيك كافيتي او بالكوريوالنتيك ميمبرين. هلا نيجي نشوفهم هون، تمام؟ اول خطوه اني بجيب البيضه، اوكي، وبعرضها لهذا الضوء، ما بعرف شو اسمه، بس المهم انه هذا الضوء لما بعرضها فيه خليني اشوف شو الاجزاء الداخليه كامله للبيضه، تمام؟ هسا انا بحاول اجيب صوره من النت، اوكي؟ فلما بشوف شو جوا بالضبط بتطلع معي هاي الصوره، يعني هو بحط هذا الضوء على البيضه عشان يشوف ايش بالضبط موجود جوا هاي الايج، تمام؟ بيطلع معي هاي الشكل، فهو بيروح بيحدد انه والله هو بده يعني يعمل انجكشن للسامبل وين بالضبط. لو بده يعملها باليوكساك بيروح بيحط، مثلا شاف انه اليوكساك هون بيروح بيحط اكس هون انه بده يعمل انجكشن للسامبل باليوكساك، او مثلا بده يعملها بال ايش حكينا، مثلا بده يحقنها بالالونيتيك كافيتي، هذا الالونيتيك كافيتي اللي هو هون، تمام؟ او بيروح بيحط اكس انه بده يعمل انجكشن للسامبل تاعيته هون، تمام؟ بعدين يعني بيعمل انجكشن، وبعدين صح احنا بنكون هيك خزقناها شوي عشان نعمل انجكشن، بعدين بسكرها بإشي وبروح بحطها بالانكيوبيشن، يعني بيعمل لها بحطها بالحاضنه تاعتها، تمام؟ بعد ايام
بلاقي الفيروس صار بهذا الشكل. تمام، ايش هذا الشكل بسميه؟ هذا الشكل بسميه بوكس. اوكي، يعني هاي اسمها بوكس. اوكي، هلا بس بدي احكي لكم انه يعني هاي البوكس بتكون مبينه على ايش؟ بتكون مبينه على الكوريولينوتيك ميمبرين. ايش هذا؟ هذا يعني اذا حدا لاحظ لما يجي يفقس بيضه بده يقليها مثلا، او بعد السلق مثلا، بحس انه ببين بعد السلق اكثر، لما يجي يعني يكسر البيضه ويجي يقشرها هيك بيكون في زي ميمبرين. اوكي، فهذا احنا قاعدين عم نحكي عن هذا الميمبرين. يعني احنا بنجيب الايجز تاعت اي حيوان، تمام، بس المهم انه هذا الايجز يكون يعني عايش. يعني طلع احنا عندنا هون يوكسا، هون عندنا امبريو، يعني قاعدين عم بنكون بجنين، تمام، مش انه نفس هاي الايجز اللي احنا حاليا بناكله. هذا الايجز اللي حاليا بناكله هو مش عايش، تمام. طب ليش يعني انا اروح اخرب ايجز تاعت حيوان؟ يعني ليش لا اموت جنين؟ يعني ليش ما اعمله بكلتشر زي ما كنت اعمل بالبكتيريا؟ لا لا، البكتيريا احنا بنعرف البكتيريا بتقدر تعيش خارج الخليه، صح؟ تمام. اما الفيروس ما بيقدر يعيش خارج الخليه، الفيروس بيعتمد على كائن حي، بيعتمد على هوست سيل لحتى ما يعمل ريبليكيشن للبروتين تاعه، يعمل ريبليكيشن للجينوم تاعه، تمام؟ فعشان هيك انا مضطره اني اخذ اكس تاعت حيوان عايش، تمام؟ عشان احقنه جواته ويعمل ريبليكيشن. يعني انا بعرف الفيروس هو اوبليجيتوري انتراسيلولار، يعني ما بيقدر يعيش خارج الخليه، معناته انا محتاجه لإشي عايش، تمام. فبمسك يعني باخذ هذا الحيوان الاكس تاعت اي حيوان وبعمل انجكشن فيه وبحطه في الانكيوبيشن وبستنى عليه مثلا يومين، بيطلع بعدين بيطلع معي هذا الإشي. هذا الإشي بسميه بوكس. فانه الايزوليتد فيروس هون كان على شكل شو؟ كان على شكل بوكس، تمام. فانه تيجي تسالنا الدكتوره انه لما استخدمنا الفيروس ايزوليشن للامبريونيتد ايج، يعني بطريقه الامبريونيتد ايج، الفيروس ايزوليتد كان على شكل شو؟ بنحكي لها كان على شكل بوكس. اوكي، وين هاي البوكس؟ كانت على الكوريونولينتيك ميمبرين، اللي هو حكيت لكم هذا الميمبرين اللي بيكون هيك لسه ملزق كثير بالقشره. هلا هون البوكس معناها يعني البوكس بتخليني اقدر اعمل كوانتيتيشن. كيف؟ هلا هون كل بوكس من هون، هلا هاي البوكس، هاي شايفين هاي اسمها ايش؟ بوكس. وهاي بوكس وهاي بوكس، يعني كل باتشز احنا شايفينها هون هي بتمثل بوكس، تمام. يعني انا هون مثلا لما شفت انه هون البوكس كثيره، يعني هون انا شايف انه البوكس كثير، تمام. ما انه هون البوكس كثيره معناته عدد الفيروس، يعني هو عمل لي يعني عمل لي ريبليكيشن كتير كتير، تمام. فشو بتقولي؟ انه بنقدر نعمل كوانتيتيشن لانه كل بوك بتحكي لنا انه هون صار في عنا ريبليكيشن او ايزوليشن لفيروس بارتيكل. يعني بكل بوكس، تمام، بكل بوك واحدة هاي مثلا بتبين لي انه هون صار في فيروس ريبليكيشن او فيروس ايزوليشن، تمام. بورجيكم صورة يعني مبينه بشكل اوضح. هون هون يعني هاي الباتشز، هاي المضوية، هاي باتشز باتشز باتشز. فهون يعني الاعداد الفيروس هون الموجودة هون كتير كتير كبيرة، تمام. فهون مكلتني انه اعمل كوانتيتيشن. شوفوا احنا هون بالضوء، لما انسلت عليه الضوء قبل شوي، يعني تقريبا بقدر اشوف هذا المحتوى اللي من جوا هيك بهذا الشكل. فعشان هيك انا بحدد وين المكان اللي بدي اعمل فياته انجكشن. هي هون احسن واحسن، تمام. هي هون كانت هي بيضة عادية، تمام، سلطنا عليها هذا الضوء ورجتني هيك من جوا بالضبط ايش موجود. هلا كل فيروس له طريقه معينه، صح؟ احنا حكينا ان هم ثلاث، الامبريونيتد ايج والكلتشر والتيشو كلتشر والانيمال انيكيوليشن، تمام. كل فيروس له طريقه معينه، يعني ما عندنا اكثر من هذول الطرق، بس عندنا هاي الطرق. كل فيروس منهم بيتبع له طريقه معينه بقدر اعمل له فياتها ايزوليشن، تمام. هلا عندنا التيشو كلتشر، ايش اللي بصير عندي؟ اللي بصير عندي اني بجيب سيلز من اي تيشو معين، تمام. هلا في سيلز معينه احنا بنجيبها، مثلا من ضمن هاي السيلز اللي بستخدمها بالتيشو كلتشر هي الفايبروبلاست، تمام. خلينا نحفظ هذا المثال، انه الفايبروبلاست بتستخدم في التيشو كلتشر للفيروس. اوكي، بجيب فايبروبلاست وبحط عليها يعني وبحطها، اما بحطها في بوتل مثل هاي اسمها بوتل، او اما بحطها ب مايكرو تيتر بليت، هذه مايكرو تيتر بليت او هاي المايكرو تيتر بليت او هاي او هاي. المهم بيكون هاي المايكرو تيتر بليت باعداد معينه، مثلا ممكن يكون في عندي 6، ممكن يكون في عندي 12، ممكن يكون في عندي 96، او مثلا بحطها بس في بليت مثل هاي اللي كنا نعمل فيها كلتشر للبكتيريا. اوكي، وبحطها بعملها انكيوبيشن وبستنى النتائج. هلا من ضمن الامثله اللي اعطتنا اياها الدكتوره انه مثلا لو نيجي نشرح هاي الصوره، هاي عباره عن فايبروبلاست، تمام. هاي الفايبروبلاست بتكون على شكل شيت. اوكي، بحط عليها فيروس يعني نوعه انه هو هيمو اجلوتينيتنج فيروس من اسمها.
هيمو اجلوتينيتنج فيروس ايش ممكن يعمل؟ رح يعمل اجلوتينيشن لمين؟ للار بي سيز. اوكي من ضمن هذا النوع الهيمو اجلوتينيتنج فيروس اللي هو الميسلز والانفلونزا. اوكي فبجيب هاي الفايبروبلاست وبحطها مثلا في البليت وبحط في فوقها هذا الفيروس، يعني بحط فوقها سامبل. السامبل هي بتحتوي على ايش؟ بتحتوي على الميسلز او الانفلونزا مثلا. بس انا بعرف انه الميسلز او الانفلونزا هي هيمو اجلوتينيتنج فيروس. طيب من اسمها هيمو اجلوتينيتنج فيروس، لما بحطها على الفايبروبلاست وبحط في فوقهم عينه يعني سامبل من البلد، ما هو البلد فيها تو ار بي سي تمام، فلو موجود هذا الفيروس جوا السامبل معناته رح يعمل اجلوتينيشن للار بي سي، بتصير بهذا الشكل، بتصير مكومه يعني ملزقه على الفايبروبلاست تمام. مره ثانيه من ضمن السيلز اللي بستخدمها في التيشو كلتشر هي الفايبروبلاست تمام. جبت هاي الفايبروبلاست وحطيتها على بليت او حطيتها في البوتل او حطيتها باي مكان بستخدمه للتيشو كلتشر. اوكي وجبت سامبل من المريض وحطيت فوق هاي الفايبروبلاست من هاي السامبل، وكانت هاي السامبل بتحتوي على هيم اجلوتينيتنج فيروس تمام، مثل الميسلز او مثل الانفلونزا. طيب لما بحط ار بي سيز، يعني لما بحط عينه من البلد بيكون ايش فيها؟ بيكون فيها ار بي سيز تمام. وبما انه الفيروس اللي موجود عندي جوا يعني اللي حطيته على الفايبروبلاست هو عباره عن هيم اجلوتينيتنج فيروس، معناته رح يعمل اجلوتينيشن لمين؟ لا الار بي سيز، فرح يصير يجمعها ويكومها مثل الصورة هون تمام؟ تمام. طيب بحكي لي انه لما يعني نعمل هاي الخطوة بطريقة التيشو كلتشر رح ينتج عندي سايتوباثيك افكت. نجي نقرأ هون when growing virus in a cell culture، التيشو كلتشر هي نفسها cell culture. اوكي the cells affected with virus يعني الخلايا اللي صارت مصابة بهذا الفيروس رح يصير لها morphologic changes، يعني رح يصير عليها تغيرات تمام. هاي التغيرات اللي راح تصير بسبب الريبليكيشن تاع الفيروس تمام والانفكتد تاع الفيروس للخلايا اللي انا عملتها بالتيشو كلتشر بنسميها سايتوباثيك افكت. اذا ايش هي السايتوباثيك افكت؟ السايتوباثيك افكت عباره عن مورفولوجيك تشينجز نشات من وين؟ من الانفكشن تاعت الفيروس تمام. فيعني لما بيصير في عنا انفكشن بخلايا رح يصير فيها تغيرات، ايش بنسمي هاي التغيرات؟ سايتوباثيك افكت تمام. هاي السايتوباثيك افكت احيانا بتكون او غالبا بتكون يعني خاصه بكل فيروس، يعني مثلا لو صار في عندي سايتوباثيك افكت يعني كانت على شكل بالونينج يعني نفخه الخلايا تمام، هاي بتكون خاصه بالادينوفيروس. يعني عشان يعني هذا اللي بيفسر هاي الجمله انه يعني بيكون في عنا سبيسيفيك سايتوباثيك افكت لفيروس معينه، مثلا الادينوفيروس بيعمل بالونيك تمام، مثلا الهيربس فيروس بيعمل جينج سيلز انه بيكون في عندنا يعني خلايا وبتروح على الخلايا بتصير تتراكم فوق بعض فبتصير مالتي نيوكليتد، يعني بتكون كل خليه بياتها بس نيوكليوس واحده تمام. ف يعني بسبب تاثير الهيربس فيروس بيخلي يصير في عندي مالتي نيوكليتد اللي هي الجينج سيل. اوكي هذا الشيء بنسميه بالسينسيتيا فورميشن اللي هي الجين سيل تمام. هاي بتكون خاصه بمين؟ بالهيربس فيروس. طب الادينو فيروس شو الخاص فياته؟ البالونينج. انا عشان اشوف هاي السايتوباثيك افكت انا بحاجه لمايكروسكوب خاص، هذا المايكروسكوب اللي بشوف فيه ياتو السايتوباثيك افكت اسمه انفيرتد لايت مايكروسكوب. في عندي المايكروسكوب الالكترون مايكروسكوب بشوف فيه ياتو الفيروس لانه كتير صغير، هذا نوع ثاني اسمه انفيرتد لايت مايكروسكوب تمام. هذا الانفيرتد لايت مايكروسكوب ايش بشوف فياته؟ بشوف فياته السايتوباثيك افكت اللي نتجت من الانفكشن تاع الفيروس للتيشو بطريقه التيشو كلتشر. اوكي اذا شو البرنسبل تاعت هاي يعني تاعت هاي الطريقه؟ انه بنجيب خلايا خاصه اوكي يعني سبيسيفيك يعني بس شغلات معينه هي اللي بتزبط عملها التيشو كلتشر، من ضمنها الفايبروبلاست تمام، وبحطها بالبوتل او بحطها في هاي البليت او بحطها في المايكرو تيتر بليت، هاي المايكرو تيتر بليت وهاي البليت لحالها وهاي البوتل تمام، وبحط فوقيها السامبل اللي فيها الفيروس. حطيت فيها السامبل فيها الفيروس رح يصير في عندنا ايش؟ رح يصير في عندنا ايزوليشن، رح يصير في عندنا ريبليكيشن. اوكي ورح ينتج ضروري جدا اعرف انه بالتيشو كلتشر ممكن ما نحكي دائما ممكن ينتج عندي سايتوباثيك افكت بتكون خاصه بنوع فيروس معين، يعني مثلا البالونينج مين عملها؟ الادينوفيروس. السنسيتيا مين عملتها؟ عملتها الهيربس فيروس تمام. طيب انا هيك عرفت يعني لما صار في عندي سايتوباثيك افكت عرفت انه والله العينه موجود فيها فيروس. طيب لو كانت يعني لما حطيت هاي السامبل على يعني استخدمتها بطريقه التيشو كلتشر وما نتج عندي سايتوباثيك افكت، طب انا كيف بدي استدل على وجود الفيروس؟
طيب ايش هي هاي الصور الثانية؟ هاي شوفوا اللي بيقول لي if not producing cytobatic effect, هذا رمز cytobatic effect, the presence of virus could be detected by, انا كيف بدي اكشف عن وجود الفيروس؟ طيب بشوفه عن طريق الهيم adsorption, مثل ما صار قبل شوي لما حكينا عن الفايبروبلاست وحطينا عليها هيم agglutinating virus. تمام, ايش هم هدول الهيم agglutinating virus؟ المامز, الانفلونزا and البارا انفلونزا, هدول الامثلة الثلاث نحفظهم ان هم هيم agglutinating virus. تمام, cell acquire the ability to stick the mammalian red blood cell, يعني بتعمل stick للred blood, للmammalian red blood cell, زي ما حكينا قبل شوي انه بتصير ملزقة فيها. تمام, بتصير تتجمع عليها. او طريقة الثانية اللي هي بتصير يتكون عندي inclusion buddies, يعني بصير هيك جوا البلات اللي انا عملت فيها tissue culture inclusion buddies, او عن طريق انه نعمل immunohistochemical staining للفيرال, بس انه نعمل staining للفيرال انتيجين طلع معي لون معين ولا لا, بستدل على وجود الفيروس. تاني طريقة اللي هي الانترفيرنس. ايش هاي الانترفيرنس؟ هلا اللي بصير عندي انه اول اشي هي تعريفها is a phenomenon for which a cell infected by a virus become resistant toward a second outcoming infection by a second virus. انه انا بجيب فيروس, تمام, ويعني بجيب سامبل وبعمل يعني بعمل لها التيشو كلتشر, تمام, ولكن هذا الفيروس ما بيبين عليه cytobatic effect. تمام, طيب هو ما بين عليه cytobatic effect وما بين عليه, ما بين بال يعني بالسامبل, يعني مش بالسامبل, ما بين بالكلتشر انه موجود عندي هذا الفيروس. طب انا كيف بدي اعرف, بما انه هو ما بين عليه واحدة من هاي العلامات ولا بين عليه cytobatic effect, كيف بدي اعرف انه هو موجود؟ بحكي مع شيء. هسا انت ما عملت لي cytobatic effect, تمام, وهذا الفيروس اللي اول واحد حطيته, يعني هو الفيروس اللي حطيته عمل انفكشن لهاي الخلايا اللي برضو انا حطيتها بالبليت مثلا, تمام, باجي بجيب فيروس ثاني وبعرف انه هو بيعمل سايتوباتيك افكت. تمام, هلا هاي الخلايا اللي صار لها انفكشن يعني ما بتسمح لفيروس ثاني انه يعمل لها انفكشن, يعني اول فيروس حطيته عمل لها انفكشن, تمام, هاي الانفكتد سيل ما بتسمح لفيروس ثاني انه يعمل لها انفكشن. تمام, يعني من خاصيه الفيروس الاول اللي انا حطيته انه ما رح يخلي الخلايا الثانيه, ما رح يخلي الخلايا يصير لها انفكشن بفيروس ثاني, بس بيعملها هو انفكشن. فلما انا باجي بحط فيروس بعرف انه هو له سايتوباتيك افكت على البليت, تمام, اللي محطوط عليه من الاول فيروس. هسه برجع اعيد عشان تزبط المعلومات. تمام, خليني اكمل. هلا بدي احط هذا الفيروس اللي بدي احط الفيروس الثاني اللي اصلا الخلايا اللي انا حاطيتها في البليت معمول لها انفكشن بالفيروس الاول. طيب هسا بما انه الخلايا هاي مش راح تقبل الانفكشن تاعت الفيروس الثاني, معناته مش راح يتبين السايتوباتيك افكت على الخلايا. طيب ما احنا حكينا انه الفيروس الثاني هو انا متاكده انه هو لما بيعمل انفكشن راح يعمل سايتوباتيك افكت. طيب هو ما عمل سايتوباتيك افكت, معناته في فيروس ما سمح له انه يعمل سايتوباتيك افكت, وهيك انا بكون عرفت انه موجود عندي بالاصل فيروس. مره ثانيه خليني اعيدها. في عندي فيروس A وعندي فيروس B. فيروس A لما كان بالسامبل, يعني انا مسكت بليت تمام وحطيت فياته الفايبروبلاست مثلا وبدي اعمل فياته تيشو كلتشر, حطيت عليها من السامبل فيروس A. تمام, الفيروس A ما بين انه في عندي سايتوباتيك افكت ولا عمل عندي يعني ولا وحده من هاي الصور. طب انا كيف بدي اعرف انه هذا موجود الفيروس ولا لا؟ بحكي مع شيء. خليني اجيب فيروس B وانا متاكده انه هذا الفيروس B لو عمل انفكشن لخلايا معينه رح يعمل فيها سايتوباتيك افكت. طيب هذا الفيروس A اللي ما عمل سايتوباتيك افكت وما لاحظت وجوده اصلا, تمام, ما بيسمح للفيروس الثاني انه يجي يعمل انفكشن للخلايا اللي هو عمل لها انفكشن. فيعني انه بيجي الفيروس, اجيت حطيت الفيروس بي عليهم, تمام, يعني انا بالاول حطيت فايبروبلاست وحطيت فيروس A, تمام, وعمل لها انفكشن, اجيت حطيت فيروس بي. فيروس A بقول له لا حبيبي, انا اللي عملت انفكشن بالاول, ما راح اسمح لك تعمل انفكشن. ففيروس بي هيك مش راح يعمل انفكشن. طب بما انه ما عمل انفكشن معناته السايتوباتيك افكت ما بينه. طب انا بعرف انه هذا الفيروس لو عمل انفكشن لخلايا رح يعمل لها سايتوباتيك افكت. طب بما انه ما عمل معناته في فيروس اجا وسبقه وعمل انفكشن للخلايا. تمام. اذا لما نعمل سيل كلتشر او تيشو كلتشر رح يصير في عندي سايتوباتيك افكت, تمام, وبتكون خاصه بالفيروسات معينه, او انه رح يعني تصير عندي صور ثانيه. ايش هاي الصور الثانيه؟ ممكن يكون في عندي انكلوجن بديز,
ممكن استدل عليه من خلال الاميونو هيستو كيميكال ستيننج للفيرال انتيجين، ممكن يصير في عندي هيم ادزوربشن، تمام؟ زي ما حكينا قبل شوي انه خلايا الدم الحمراء يصير لها اجلوتينيشن، اوكي، او عن طريق الانترفيرنس وحكيناها، تمام. طيب برضو انه انا كيف بدي اتاكد انه عن جد والله في عندي يعني فيروس، انه بيقول لي كونفيرميشن of the identity of the virus may be carried out using، هاي دكتور ما ركزت عليهم كثير يعني عرفهم كذكر، neutralization انه نحط عليهم antibody ويصير تفاعل neutralization انهم يلزقوا ببعض، انه يعني مش انه يلزقوا ببعض، انه بيجي هذا الانتيبادي، تمام، بيجي بيمسك بالانتيجين اللي موجود اصلا بالفيروس اللي موجود وبيمنعه من انه يعمل infection للخلايا اللي بتكون موجودة اصلا، تمام. هيم agglutination مثل ما حكينا قبل شوي، inhibition or immunofluorescence تيست، زي ما حكيت لك الدكتور ما ركزت عليهم بس ذكرتهم ذكر، تمام. بحكي لي تيشو كلتشر ان بليت شوينج، حكينا سايتوباتيك افكت ان ذا فورم اوف ايش، بليك فورميشن يوز ان كوانتيتيف اساي اوف فيروسز، زي ما حكينا باول وحده. شو كانت الاول وحده؟ الامبريونيتد ايج، على شكل شو بينوا هدول الفيروس؟ على شكل بوكس. طيب بالتيشو كلتشر على شكل شو بيبينوا؟ على شكل بليك فورميشن، يعني نركز ونفرق بينهم، هناك على شكل بوكس وهون على شكل بليك فورميشن. هاي البليك فورميشن تخليني اعرف يعني تخليني استخدمها في الكوانتيتيف اساي، انه يعني نشوف اعدادهم، تمام. يعني هون موجودين كتار والله، ممكن تكون عندي بس تنتين مثلا من البليك، فيعني اعدادهم قليله بتكون، تمام. ايش انواع الخلايا اللي بستخدمها في السيل كلتشرز او التيشو كلتشرز؟ بحكي لي في عندي primary cells أو semi continuous cells أو continuous cells. هلا primary cells هي مثل إيش؟ مثل primary monkey kidney، يعني بيحمونها بالكيدني تاعة المونكي، تمام. في عندنا semi continuous cell مثل human embryonic kidney أو skin fibroblast أو human diploid fibroblast. هلا ال human embryonic kidney هي يعني بأخذوها من الكيدني تاعة الجنين اللي بيتم إجهاضه. نفس الإشي ال human diploid fibroblast هي fibroblast بأخذوها من ال lung تاعة الجنين اللي تم إجهاضه، وال skin fibroblast معروفة، تمام. يعني هاي سيمي كونتينيوس، يعني انه يعني بصير لها هي ديفيجن وبروليفريشن يعني بشكل يعني شبه يعني مستمر، تمام. كيف مثلا انه الكانسر يعني هي عباره عن كونتينيوس سيلز بتضلوا تنقسم، هذول الخلايا السيمي كونتينيوس يعني بينقسموا بس مش كتير بينقسموا، تمام. في عندنا الكونتينيوس سيلز مثل HeLa الفيرو اند HEP2، أو الدكتورة هون حكت عن الكانسر سيل، تمام، انه بضلهم ينقسموا وبقدر اعمل فيهم هدول الكانسر سيلز اللي هم الكونتينوس سيلز، بقدر اعمل فيهم التجربة لمرات كتير كبيرة. اما السيمي كونتينوس سيلز بقدر اعيد فيها التجربة من 50 ل 100 باسج، يعني بس من 50 ل 100 مرة. اما البرايمري سيلز لا، بتضلها بس لفترة قصيرة جدا، فعشان هيك هي يعني هاي سيئتها انه بس بتضل لفترة قصيرة. وحسنتها انه هي نفس الخلايا اللي اصلا الفيروس بيعملها انفكشن، يعني هي خلايا طبيعيه. اما مثلا الامبريونيك الهيومن امبريونيك كيدني لا، هي مش يعني نفس الخلايا، يعني خاصه انه الجنين تقريبا يعني مش راح يوصله انفكشن لانه بيكون ببطن امه، تمام. اما البرايمري مانكي كيدني يعني هي يعني انه يعني نفس الخلايا تقريبا اللي بيصيبها اللي بيسوي لها الفيروس انفكشن. هلا الطريقه الثالثه اللي هي الانيمال انوكيوليشن. قبل شوي شو حكينا؟ حكينا في عنا التيشو أو السيلز كلتشر، والأولى كانت الإمبريونيتد إيج، والثالثة الأنيمال إنكوليشن. بجيب سامبل تاعت المريض مثلا البيشنت وبعملها إنجكشن، وين؟ في المايس مثلا، تمام؟ يعني مباشر بعمل له إنفكشن. فبستدل على وجود الفيروس كيف؟ عن طريق كلينيكال سيمتومز أو عن طريق الديث. يعني باجي بعمل إنجكشن للسامبلز اللي أخذتها من البيشنت جوا المايس مثلا، تمام. فبشوف والله هل الفيروس موجود ولا لا. كيف بشوف الفيروس موجود ولا لا؟ عن طريق الكلينيكال سيمتومز او عن طريق الديث. فلما تيجي تقولي شو هو الشكل الايزوليشن اللي بيطلع من الانيمال انيكوليشن، هو كلينيكال سيمتومز اور ديث. طيب ممكن اعمل اشي تاني، ممكن مش انه اعمل له يعني احقنه بالفيروس، لا، ممكن اعمل له انجكشن، تمام، بالسيرم اللي اخذته من البيشنت واعمل له انجكشن للمايس، تمام.
بعدين اروح اجيب انتي يعني ماشي، وبعدين اروح اجيب انتيجين تمام واحقنه برضو بنفس الاشي بالمايس. هلا لما اشوف انا المايس ما صار له اشي، معناته السيرم اللي حقنته فيه اول مره للبيشنت كان بيحتوي على انتي بادي، يعني يعني بتقتو اجينس مين؟ اجينس الانتيجين اللي انا حقنته فيه. مره ثانيه، اما بحقنه بشكل مباشر بالفيروس تمام وبستدل على وجود الفيروس من طريق الكلينيكال سيمتومز او الديث، اما بحقنه بانتي بادي تمام. بعد ما احقنه بالانتي بادي راح ارجع احقنه بايش؟ بفيروس. هلا اذا كان الانتي بادي هذا اللي يعني لو كانت هاي السامبل سوري ده خلينا نعيد، اما بحقنه بشكل مباشر بالفيروس وبصير هذا المايس انفكتد وبيبين عليه كلينيكال سيمتومز او ديث، او الشغله الثانيه انه بحقنه بسامبل تمام. حقنته بسامبل وبعدين برجع احقنه بفيروس. هلا لو يعني ما مات هذا الفيروس، ما مات هذا المايس، معناته كان هو بيحتوي هاي السامبل انا حقنته فيها اول مره كانت بتحتوي على ايش؟ بتحتوي على انتي بودي، فصار في عندي نيوتراليزيشن لمين؟ لا الانتيجين اللي حقنته فيه مره ثانيه. طب لو مات الفيروس، لو مات المايس او طلع عليه كلينيكال سيمتومز، معناته السامبل اللي انا اخذتها من المريض ما كان فيها انتي بودي عشان تعمل نيوتراليزيشن للفيروس اللي حقنته فيه مره ثانيه تمام. انا اسفة جدا لو طولت، بس الدكتورة كانت تحكي كتير اشياء برا فاني مضطرة احكيهم كلهم، فاسفة لو طولت. هلا حكينا قبل شوي عن الديتكشن فيروس، اول خطوة كانت تمام. ثاني شيء حكينا عن فيروس ايزوليشن، ايش كانت؟ كانت الامبريونيتد ايج، وكانت التيشو كلتشر، وكانت كمان الشغله الثالثه اللي هي الانيمال انوكيوليشن. اوكي هلا بدنا نحكي عن الديتكشن اوف فايرال انتيجين والديتكشن اوف انتي فايرال انتي بودي تمام. يعني هسه بدنا نعمل ايش؟ سيرولوجيكال تيست. حكينا اي شيء بيكون فياته عباره عن تفاعل الفايرال انتيجين مع الانتي بودي هو ايش؟ هو سيرولوجيكال تيست. فهسه بدنا نيجي نحكي عن سيرولوجيكال تيست. طيب هلا اول شو بيقول لي؟ بيقول لي تو ديتيرماين الفايرال انتيجينز اور الانتي بوديز. حكينا سيرولوجيكال تيست معناته في عندنا فايرال انتيجين اور انتي بودي تمام. طيب بحكي لي انه الفيروس انتيجين ديتكشن، هسه بدنا نكشف عن وجود الفيروس انتيجين، نكشف عن وجود الفيروس. لمين هاي التست بعملها؟ بحكي لي بعملها للاميونو سبريست بيشنتس. ليش؟ لانه هم ما بينتجوا انتي بوديز، فانا بعمل له هذا التست عشان اشوف شو نوع الانتيجين اللي داخل عنده وانا اعطيه الانتي بودي تمام. او مثلا الناس اللي يعني من ضمن الاميونو سبريست بيشنتس، الناس اللي بتعمل اورجان ترانسبلانتيشن، برضو احنا يعني بنقلل لهم من فعاليه الاميون سيستم عشان ما يعمل ريجكشن للاورجان اللي انا عملت له زراعه، فهدول برضو مش رح ينتج عنا انتي بوديز، فانا بدي اكشف عن وجود الانتيجين الموجود عنده عشان انا اعطي الانتي بودي. كمان نعرف شغله انه الانتي بوديز تيك تايم تو بي برودوس، يعني الانتي بودي بتاخذ وقت، يعني بتطول شوي لحتى ما تنتج عندي الانتي بودي. سوري الجسم بطول شوي، بده شويه وقت لحتى ما ينتج عندي الانتي بودي. الفتره اللي بيصنع فيها الانتي بودي هاي بنسميها ويندو بيريود تمام. هلا بيقول لي فيروس انتي بودي تمام. الفيروس انتي بودي ديتكشن بيحكي لي الاي جي جي سوري الاي جي ام ديتكشن تو دايجنوز ريسنت انفيكشن. يعني انا لما باخذ سامبل من البيشنت وبشوف بالفحص تاعه انه موجود في عندي اي جي ام، بعرف انه الانفيكشن تاعته ريسنت، يعني الانفيكشن تاعته موجوده حاليا تمام، او يعني اول مره تعرض لها تمام. صح احنا اخذنا بالبرايمري انفيكشن وبالسكندري انفيكشن بالاميون. البرايمري انفيكشن كان مين اكثر انتي بودي بيطلع؟ الاي جي ام صح. طيب لو شفت في السامبل تاعيته انه موجود في عندي اي جي ام، عشو بستدل؟ بستدل انه كان في عندي باست انفيكشن او بيرزيستنت انفيكشن. باست انفيكشن يعني هاي مش اول مره تعرض لها، لا هو هاي ثاني مره بتعرض لهاي الانفيكشن تمام. طيب لو انا اخذت منه سامبل اوكي وما كان في عندي بالمختبر انه فحص يكشف لي عن وجود الاي جي ام، وبدي اعرف هل هذا هل هاي الانفكشن يعني هي ريسنت ولا لا هي باست، فشو بسوي؟ باخذ عينتين منه تمام وبشوف الاي جي جي تيتر. التيتر هو الكونسنتريشن تاعت الانتي بودي تمام. بشوف الاي جي جي، باخذ عينتين لما اول منصب يعني خلال شكوته من الاعراض، وباخذ سامبل لما صار له ريكفري يعني لما تعالج منها تمام. هلا وبشوف في التيتر تاعت الاي جي جي، لو كانت التيتر تاعت الاي جي جي يعني هي اربع اضعافها، يعني شفت يعني النسبه ما بينهم، لو كانت النسبه ما بينهم 1:4 بتكون هاي عدوى حديثه تمام.
أما لو كانت النسبة واحد لواحد يعني ما تغير عدد الـ IgG لما كان مصاب فيها ولما صار له ريكفري يعني نسبة لواحد لواحد لا بتكون هاي عدوى قديمة تمام؟ مرة تانية الـ IgM بستخدمها لديجنوز الريسنت انفكشن يعني حاليا صابته او ما صابته قبل هيك. اما الاي جي جي بتدلني على شو؟ بتدلني على الباست انفكشن او البيرزيستنت انفكشن. طيب البيرد بلاد سامبل هون بيقول لي انه بيرد بلاد سامبلز ات ذا اونست اند دورينج ذا ريكفري خلال ما هو قاعد عم بيصير له ريكفري at least a fourfold increase in titer IgG to indicate a current infection. يعني لو كان التركيز ما بينهم واحد لأربعة خلال الأونست وخلال الريكفري بتكون هاي current infection. أما لو كانت واحد لواحد يعني عدد الأنتيبودي تاعت IgG أو التيتر تاعت IgG ما تغير لا ما بتكون current يعني بيكون هو نصاب فيها من قبل تمام؟ بقول لي absence of IgG antibodies يعني مثلا أنا مسكت السامبل تاعت المريض هسا إحنا بنعرف إنه بالوضع الطبيعي في عندنا انتيبادي تمام؟ وأصلاً الجسم كل يوم تقريباً بينتج 3 جرام حكينا من الانتيبادي وأكثر واحد بينتجه هو الـ IgA إذا تذكروا تمام؟ هذا بالإميون فأنا لما ما أشوف إنه في عنده مسكت هاي السامبل عملتها تحليل وما لقيت في عنده IgG فبيكون المريض هو susceptible للإنفكشن خاصة البريجرنسي سوري خاصة البريجننت ويمن. هاي البريجننت ويمن إذا ما كان في عندها IgG antibodies بتكون susceptible لمين؟ للروبيلا فيروس أوكي؟ هلا خلينا نيجي على الـ types of diagnostic serological tests. في عندنا تقريبا 5 أو 6. أول واحد هو الأجلوتينيشن. بالأجلوتينيشن هون إحنا بدنا نكشف هل موجود بالسامبل تاعت البيشنت أنتيجين ولا لا تمام؟ هسا في عندي فحوصات بدي أكشف فيها بالسامبل هل موجود أنتيجين ولا هل موجود بالسامبل تاعت البيشنت أنتيبادي تمام؟ هون أنا بدي أكتشف هل موجود أنتيجين ولا مش موجود أنتيجين تمام؟ مش عم بكشف عن وجود الأنتيبادي عم بكشف عن وجود الأنتيجين. فبقول لي هنا أنتيجين أنتيبادي reaction causes visible aggregation إنه رح يسوي عندي تجمع تمام؟ إذا كان موجود أنتيجين مع أنتيبادي اللي بصير عندي إنه أنا بجيب السامبل تاعت البيشنت تمام؟ بحطها مثلا في هاي البليت أوكي؟ أو بحطها في هاي البليت بعدين بجيب تمام؟ لو طب خلينا ناخد إنه عنا تو سامبلز تمام؟ واحدة فياتها أنتيجين وواحدة ما فياتها أنتيجين هون لو حطيت هنا أول سامبل خلينا نسميها A تمام؟ أو من فوق A تمام؟ هون حطيت سامبل للبيشنت A هون حطيت سامبل للبيشنت B تمام؟ بعدين رحت جبت أنتيبادي تمام؟ هالأنتيبادي بتكون محطوطة يعني بتكون مغلفة بلاتكس بارتيكل هيك لا بيكون عندي أجزاء يعني هيك جسيمات اسمها لاتكس بارتيكل وبكون مغلف عليها بأنتيبادي. هون عنا حكينا السيرم تاعت أو السامبل تاعت البيشنت A هون البيشنت B تمام؟ رحت مسكت هاي اللاتكس بارتيكل عليها أنتيبادي وبرضو حقنتها هون وحقنتها هون. هلأ هون انتو شايفين بA تمام؟ بA هون هادول A هون صار في عندي aggregation ولا ما صار؟ صار معناته موجود الأنتيجين بالسامبل ولا مش موجود؟ موجود. طيب هون موجود الأنتيجين موجود الأنتيجين ولا لا؟ لا ليش؟ لأنه ما صار في عندي aggregation. أنا هون حطيت أنتيجين يعني حطيت السامبل تاعت البيشنت بي تمام؟ وحطيت عليها أنتيبادي. فلو موجود الأنتيجين المفروض أنه يصير في عندي تفاعل ما بين الأنتيجين والأنتيبادي ويصير في عندنا aggregation. ولكن هون ما صار معناته مش موجود الأنتيجين. هون صار معناته موجود الأنتيجين. إذا أنا عن شو دورت؟ أنا هون دورت عن الأنتيجين تمام؟ بقول لي مثال على الأجلوتينيشن. الروتافيروس detected in stool by mixing sample اللي فياتها الروتافيروس مع specific antibody coated particles يعني نجيب particles ومن يعني منغلفها بأنتيبادي تمام؟ إذا الروتافيروس مثال على شو؟ على الأجلوتينيشن وين بنلاقيه في الستول تمام؟ فمرة تانية هذا المثال يعني بنعمل فياته ديتكشن لمين؟ للفيروس مش للأنتيبادي. يعني أنا بشوف السامبل هل فيها فيروس ولا فيها أنتيبادي؟ لا بس بالأجلوتينيشن أنا بدي أشوف مين؟ بدي أشوف الفيروس أوكي؟ المثال الثاني اللي هو الهيم أجلوتينيشن إنهيبيشن. هيم أجلوتينيشن إنهيبيشن مش هيم أجلوتينيشن لا هيم أجلوتينيشن إنهيبيشن. المفروض انه انا بجيب هسه هون انا عن شو بدي ادور؟ بدي ادور بالسامبل هل موجود عندي انتيبادي ولا مش موجود عندي. قبل دورت هل موجود عندي فيروس ولا مش موجود. هون انا عن شو بدور؟ عن انتيبادي تمام. بجيب بليت مثلا او بجيب هاي حكينا المايكرو تيتر بليت كانه سميناها بتطلع بتتكون من 96 علبه تمام. بجيب فيروس اوكي.
ايش اسمه هذا الفيروس؟ هيم اجلوتينيتنج فيروس، مثل شو حكينا؟ حكينا مثل الانفلونزا او البرا انفلونزا او الميسلز، تمام؟ بجيب هذا الفيروس وبحطه بهاي العبوات، تمام؟ تمام. بعدين بجيب ايش؟ بجيب السيرم تاع اللي اخذتها من البيشنت، هاي السيرم وبحقنها بكل واحد، بحقنها بحقنها بحقنها، تمام؟ هلا او مش مع الكل مثلا، بس يعني هيك مثلا مع واحدة تنتين. المهم مثلا هنا عندي البيشنت A وهنا مثلا عندي البيشنت B، هون عشانها مبينة، تمام؟ هلا البيشنت A يعني بالعلبات سوري خربطتكم، حاسة حالي من اول. عندي البيشنت A وعندي هون البيشنت B، تمام؟ اول اشي بعبيهم فيروس اللي هو مين؟ الهيمو اجلوتينيتنج فيروس، الانفلونزا او البرا انفلونزا او الميسلز، هون وهون بحط. بعدين بجيب السامبلز تاعت مين؟ تاعت البيشنت، بدي اشوف فيها انتبادي ولا ما فيها انتبادي. هلا لو كان فياتها انتبادي، تمام، مثل هون مثلا حقنت هنا السامبل تاعته وكان فياتها انتبادي، اوكي، هون حقنت السامبل تاعته ما كان فياتها انتبادي، اوكي، المفروض السامبل فياتها انتبادي تمسك مع مين؟ مع الفيروس اللي هو الهيمو اجلوتينيتنج فيروس، تمسك فيه وخلص، يعني هي بتروح بتمسك بالريسبترز تاعته، تمام. سوري الفيروس بيمسك بالريسبتورز تاعت مين؟ تاعت الانتيبادي، فما بيضل له مجال انه يشبك مع شيء ثاني، تمام. بعدين بروح بجيب ار بي سيز، اوكي، بس هو هيم اجلوتينيتنج، المفروض الار بي سيز تروح تشبك مع الفيروس، تمام. بجيب ار بي سيز وبحطها عند البيشنت اي، عند السامبل تاعت البيشنت اي وعند بي، تمام. هسه بي المفروض بما انه الفيروس هذا الهيم اجلوتينيتنج فيروس شبك مع انتيبادي، ما ضل له مجال يشبك مع شيء غيره، يعني مش راح يشبك غير مع شيء واحد اللي هو الانتيبادي، تمام. فهون ما شبك غير مع الانتيبادي، والار بي سيز ما شبكت مع الفيروس، معناته مش راح يصير في عندي اجلوتينيشن، معناته هاي الار بي سيز بتمسك حالها وبتنزل لتحت، بتنزل لتحت تحت، تمام، فبتصير بجمع حالها على شكل بوتم، اوكي، اللي هو مثل الزر. اما هون بما انه حطيت انا بالاصل فيروس وجيت مسكت السامبل ما كان فياتها انتيبادي، معناته لما احط الار بي سيز هاب الار بي سيز راح تيجي تمسك بالفيروس ويصير في عندي اجلوتينيشن. هذا الاجلوتينيشن انه الار بي سيز يعني عامله تجمع لا ومتوزعه على كل الفيروس. اما هون طلعوا كيف جمعت حالها ونزلت لتحت، تمام. مره ثانيه، اذا في عندي هنا بيشنت A وهنا في عندي مثلا J، اوكي، هذا البيشنت A حطيت فيه يعني حطيت بالاشياء تاعيته فيروس بالاول، وانا حطيت برضه فيروس اللي هو الهيم اجلوتينيتنج فيروس. بعدين رحت مسكت السامبل تاعت البيشنت A وحقنتها هون، تمام، وجبت السامبل تاعت هذا المريض وحقنتها هون، تمام. هون كان في انتيبادي، معناته الفيروس مع الانتيبادي رح يمسكوا ببعض ورح يمنعوا ارتباط الار بي سيز فيهم. بما انه منعوا ارتباط الار بي سيز فيهم، شو صار اسمه؟ هيمو اجلوتينيشن انهيبيشن، يعني هو منع الاجلوتينيشن للار بي سيز. اما هون ما كان في عندي انتيبادي، معناته الفيروس رح يمسك بالار بي سيز ويعمل اجلوتينيشن، اوكي. بقول لي some virus cause RBCs agglutination، فإحنا التست تاعنا بده يمنع preventing them from settling. هلأ نيجي على الإلايزا بروسيجر، عندي إياها طريقتين، تمام، إما indirect إلايزا أو sandwich إلايزا. نيجي على indirect إلايزا. بالindirect إلايزا إحنا بدنا نشوف هل السامبل موجود فياتها antibody ولا لا. طب بما انه انا بدي اشوف اذا فياتها انتيبادي ولا لا، معناته ايش بدي اكون انا حاطه؟ بدي اكون حاطه انتيجين، تمام. فعندي هون هاي اسمها ويلز، بتكون كوتد باي انتيجين، اوكي، فعندي انتيجين، باجي بجيب السامبل، تمام، تاعت البيشنت وبحطها على هذا الاشي. لو كانت السامبل فياتها انتيبادي، معناته رح يصير في بينهم رياكشن ويمسكوا ببعض، اوكي. اوكي، بعدين ايش بسوي؟ بروح بجيب يعني انا بحطه، تمام، اشي اسمه conjugated system، تمام. هذا الconjugating system هو عبارة عن anti-human globulin conjugated with enzyme، يعني anti-human globulin، تمام، وبيكون مع enzyme اللي هو هذا الاشي، تمام، هاب، اوكي، هذا اسمه conjugated system، تمام. باجي بحطه فوق السامبل اللي انا حطيتها وفوق هاي اللي بتكون coated بالantibody، تمام. لو موجود الانتيبادي بالإشي، يعني لو موجود الانتيبادي بهذا البليت، تمام، بيجي هذا الكونجوجيتد سيستم وبيجي بيرتبط على الانتيبادي. فباجي انا بعدين بحط سبستريت، يعني بجي بحط ماده، تمام. لو هاي هون شايفين هذا الازرق هون السبستريت، لو اجت هاي الماده تغير لونها بفعل الانزيم اللي انا حطيته جوا الكونجوجيتد سيستم، بعرف انه هون هاي السامبل اول موجود فيها انتيبادي. مره ثانيه، هون في عندي ويلز كوتد باي انتيجين، تمام، تمام. هلا بجيب سامبل، تمام، وبدي اشوف هل موجود انتيبادي ولا لا عن طريق مين؟ اندايركت اليزا، تمام. باجي بحط السامبل تاعت المريض، لو فياتها انتيبادي معناتهم رح يمسكوا ببعض
ويسووا بينهم رياكشن يمسكوا بعض، تمام؟ بعدين بجيب كونجيجيتد سيستم، هذا الكونجيجيتد سيستم بيحتوي على شو؟ بيحتوي على انتي هيومن جلوبولين، انتي هيومن جلوبولين وانزيم. هذا الانتي هيومن جلوبولين بيجي بيشبك مع مين؟ بيجي بيشبك مع الانتي بودي، تمام؟ وبحط بعدين سبستريت اشوف موجود ولا لا. لو تغير لون البليت هذا للون ثاني معناته في انتي بودي. طيب لو انا جبت السيروم بتاعت البيشنت وما كان فيها انتي بودي، تمام، حطيت السيروم وما كان فيها انتي بودي، معناته ايش؟ مش راح يمسك بمين، مش راح يمسك بالانتيجين، تمام. بعدين رحت الخطوه الثانيه اللي بعملها بشكل روتيني انه جبت كونجوجيتد سيستم وحطيته على هذا الشيء، تمام، فمعناته مش راح يمسك بالانتي بودي اللي مفروض يكون موجود، تمام. معناته لما بحط السبستريت معناته مش راح يتغير لونه، اوكي، تمام. نيجي على الساندويتش إلايزا. الساندويتش إلايزا مع انا بدي اكشف عن وجود مين؟ عن وجود الانتيجين، اوكي. فبانه بدي اكشف عن وجود الانتيجين شو لازم يكون موجود عندي؟ لازم يكون موجود عندي انتي بودي. فباجي بحط السامبل تاعت البيشنت، تمام. لو موجود انتي بودي، اوكي، اي سوري، لو موجود انتيجين معناته راح يصير في بينهم رياكشن ويمسكوا مع بعض. طيب بعدين بجيب نفس الشيء كونجوجيتد سيستم. هذا الكونجوجيتد سيستم هو عباره عن انتي بودي مع مين؟ مع انزيم. هذا الانتي بودي راح يروح يمسك بالانتيجين، فتطلعوا الانتيجين عندي يا صار محصور بين تو انتي بودي، عشان هيك اسمه ساندويتش إلايزا، تمام. باجي بحط سبستريت، هي حطيت سبستريت اتغير اللون معناته موجود عندي انتيجين. مره ثانيه بجيب انتي بودي، تمام، هاي عباره عن ويلز كوتد باي انتي بودي. بجيب انتي بودي وبحط السامبل تاعت البيشنت. لو السامبل تاعت البيشنت موجود فياتها انتيجين، يعني كانت هاي السامبل فياتها انتيجين، بروح بحط مره ثانيه كونجوجيتد سيستم. هذا الكونجوجيتد سيستم عباره عن انتي بودي وعباره عن مين؟ عن انزيم. وهون نفس الشيء برضه كان عباره عن انتي بودي وعباره عن انزيم، اوكي، شبكوا مع بعض، بيجي بيشبك مع الانتيجين. فهون الانتيجين صار محصور بين شو؟ بين تو انتي بوديز، معناته عشان هيك سوينا ساندويتش وبحط سبستريت بتغير لون المادة هاي للون ثاني، معناته هيك موجود في عندي انتيجين. هون لو نيجي نشوف طلع هون تغير اللون، هون ما تغير اللون، هون تغير اللون، هون ما تغير اللون. فهون تغير اللون معناته شو بيكون؟ بيكون بوزيتيف. اللي ما تغير اللون فياتها بيكون نيجاتيف. اكتبوها انه لو تغير اللون معناتها بيكون بوزيتيف، اما لو ما تغير معناته بيكون نيجاتيف. شو يعني بوزيتيف؟ معناته لو كان بالاندايركت بيكون موجود في عنا انتي بودي، لو كان بالساندويتش معناته بيكون في عنا انتيجين، تمام، بالسامبل، تمام. طيب في كمان شغله قالتها الدكتوره انه بدنا نعرف انه بالإلايزا إلايزا تيست بالاندايركت إلايزا لما اجي بدي اكشف عن الانتي بودي، صح احنا هون شوفوا هون بالاندايركت إلايزا، صح، هاي كانت عنديها كوتد باي بالانتيجين. فانا بدي اكشف عن شو؟ بدي اكشف عن شو؟ عن الانتي بودي. فهو لو تغير اللون رح يعطيني بوزيتيف، صح، انه موجود في عندي انتي بودي، ولكن انا ما بعرف هذا الانتي بودي اجينست شو. يعني اوكي هو طلع بوزيتيف انه موجود في عنده انتي بودي، ولكن انا ما بعرف هو هذا الانتي بودي اجينست اي فيروس بالضبط او اي انتيجين بالضبط، تمام. على عكس مين؟ على عكس الويسترن بلوت. هلا قبل ما ندخل على الويسترن بلوت، الدكتوره حكت لو صار في عندنا change في الكلر رح يكون positive sample. لو كان هون لو كان في عندنا يا negative يعني معناته انه يعني انه ما صار في تغير باللون معناته بده يكون negative، اوكي. على عكس الcompetitive ELISA، ما اتوقع تجيب على سؤال لانه مش موجود عندنا، ولكن هي حكت انه عكس الcompetitive ELISA، لو كان positive معناته ما تغير اللون، لو كان negative معناته تغير اللون، تمام. هلا خلينا نيجي على الويسترن بلوت. هلا بالويسترن بلوت احنا بدنا نكشف عن وجود مين؟ انتي بودي، بس مش اي انتي بودي، عن وجود سبيسيفيك انتي بوديز، تمام. اذا بالويسترن بلوت هون بالويسترن بلوت احنا بدنا نكشف عن وجود مين؟ عن وجود سبيسيفيك انتي بوديز. اللي بصير عندي انه انا بجيب فايرال بروتينز، تمام، وبعمل لها بلوت، بعملها بلوتينج على ميمبرين اللي هو اسمه نيتروسيلولوز ميمبرين، وبصير هاي بالالكتروفوريسيس، اتوقع انه بنستخدم، مش عارف بنستخدم اشي مثل الالكتروفوريسيس، مش عارف اذا هي او لا، وبصير يفصل لي اياهم حسب الحجم وحسب الشحنة. بنعرف انه اللي بتكون الموليكولار ويت تاعتها قليلة بتمشي مسافة اكبر، والموليكولار ويت تاعتها كبيرة بتمشي مسافة اقل، فهو بصير يفصل لي اياهم عن بعض، تمام. بعدين بجيب سيرم فياته، يعني ما بعرف اذا فياته ولا لا، بس المهم انه بجيب سيرم تاعت البيشنت، تمام، وبحطها على هدول الفيروس، تمام. هلا لو كان موجود عندي سبيسيفيك انتي بوديز لهذا الانتيجين اللي انا حطيته هون معناته رح يشبك فيه. طب لو ما كان سبيسيفيك، يعني ما كان هذا الانتي بودي الموجود بالسيرم سبيسيفيك للانتيجين اللي موجود هون، معناته مش رح يصير في بينهم رياكشن، مش رح يمسكوا في بعض.
فلو مسكوا في بعض مثلا، انه حطيت سيرام ومسكوا في بعض، كيف بستدل عليهم عن وجود، عن طريق يعني وجود هاي الباندز الغامقة؟ لو كان موجود عندي اكثر من يعني 3 باندز او اكثر من 3، معناته هذا بيكون بوزيتيف، معناته موجود عندي سبيسيفيك انتي بوديز. ولو كان بين 2 ل 3 بيكون انترميديت، يعني مش متاكده موجود ولا لا. تمام، لو كان اقل من 2، يعني 2 او اقل، معناته مش موجود عندي مش موجود عندي سبيسيفيك انتي بوديز. فمره ثانيه بجيب فايرال انتيجنز، تمام، وبحطهم على هذا الاشي، هو بصير يفصل اياهم حسب الموليكولار ويت. فهسه كل فيروس صار مفصول عن الثاني، صح؟ فيرال بروتين تاعته صار مفصول عن فيرال بروتين تاعت فيروس ثاني. فانا بجيب السيرم لو كان موجود فيها سبيسيفيك انتي بوديز، معناته رح تيجي تشبك بمين؟ بالفيروس. تمام، فلو موجود عندي يعني مثلا اكثر من 3، معناته هاي بتكون بوزيتيف، معناته بيحتوي على سبيسيفيك انتي بوديز. لو كان اقل من 2 مثلا، لا هذا ما بيحتوي على سبيسيفيك انتي بوديز. يعني سبيسيفيك انتي بوديز معناته انه هاي سريعة، سبيسيفيك انتي بوديز معناته انه يعني انتي بوديز خاصة بهذا الانتيجين اللي انا حطيته. ما انا اصلا بكون عارفة شو الانتيجين اللي انا حطيته، فانا بكون بدور على انتي بودي معين. فلو كان موجود هذا الانتي بودي المعين اللي انا حطيته against الفيرال الفيروس اللي انا حطيته وعارفة شو حطيته، بيكون هو بس يعني بيكون بوزيتيف. اما لو ما كان لو ما طلع عندي يعني 3 bands، معناته ما بيكون عنده الانتي بودي اللي انا مستهدف انه يكون في موجود عنده، لانه اصلا انا عارفه شو حطيت فيروس. مش عارفه اذا فهمتوا الفكره. مره ثانيه، انا حطيت فيروس، تمام، وعارفه شو الفيروس اللي انا حطيته. تمام، مثلا حطيت HIV فيروس، يعني كل فيروس احنا عارفين انه كل فيروس له انتي بودي خاص فيه. تمام، فمثلا انا حطيت هنا البروتين تاع ال HIV فيروس، تمام، بدي اشوف هل هذا الشخص عنده الانتي بوديز اللي اجينست الاتش اي في فيروس ولا لا. لو كان في عنده اجينست يعني انتي بودي اجينست الاتش اي في فيروس، رح يشبكوا مع بعض. لو ما كان عنده اجينست الاتش اي في فيروس، مش رح يشبكوا مع بعض. تمام، وهذا بعمله برضه باستخدام كونجيجيتد سيستم زي ما قبل شوي استخدمنا بالإلايزا بالاندايركت والساندويتش، وكمان بيكون في موجود الانزيم والسبستريت. هاي السبستريت لما بحطها معناته تغير اللون، تمام، اللون الباند، يعني انه باجي بحط هون مثلا يعني بعد ما اخلص باجي بحط عليهم كلهم سبستريت مع الكونجيجيتد سيستم، والكونجيجيتد سيستم بيحتوي ايش؟ على انزيم. بحط سبستريت، لو تغير اللون بعد كم تغير لون باند؟ 2 ولا 3 ولا اكثر ولا 4 ولا هيك؟ تمام، هلا صار في صرنا حكينا عن 5. تمام، اول وحده كانت الاجلوتينيشن، وكشفنا عن وجود مين؟ كشفنا عن وجود الفيروس. اما بالهيم اجلوتينيتنج بالهيم اجلوتينيشن انهيبيشن كشفنا عن وجود انتي بودي، وبالاليزا كشفنا مره عن وجود انتي بودي ومره عن وجود انتيجين، وبالويسترين كشفنا عن وجود سبيسيفيك انتي بوديز. هلا الفلوريسنت انتي بودي تيست يو في بحكي لي انه يعني هي نفس فكره الاليزا، ولكن هون صح احنا قبل كنا نستخدم الانتي بودي بيكون محطوط عليه كونجيجيتد سيستم. هلا هون احنا الكونجيجيتد سيستم رح يكون عباره عن شو؟ عباره عن فلوريسين، يعني عباره عن صبغه. تمام، هاي الصبغه لو صار في رياكشن بتروح بتضوي مثل هون. تمام، هون بنجيب انتيجين، يعني عندنا انتيجين، تمام، وبدنا نشوف السامبل هل فيها انتي بودي ولا لا. تمام، بروح بحط السامبل وبشبكه مع بعض، بعدين بروح بحط كونجيجيتد سيستم. هون كونجيجيتد سيستم عباره عن شو؟ عباره عن انتي بودي وعليها ايش؟ عليها فلوريسين. فبروح هذا الانتي بودي بيجي بيرتبط على مين؟ على الانتي بودي اللي موجوده هون اصلا. مش عارفه اذا طولت لحتى ما حكيت، بس اتوقع ان كنتوا موقفيتوا، مش عارفه اذا وقفوا ولا لا عندكم. هلا اللي انا حكيتها كنت قاعده عم بحكي عن الاندايركت فلوريسنت انتي بوديز. تمام، مره ثانيه اللي بيصير انه انا بدي اعمل ديتكشن لانتي بودي، بجيب انتيجين، تمام، وبحط السامبل تاعته، بحط السامبل تاعت البيشن، وبعدين شو بسوي؟ بسوي واشنج. تمام، زي ما حكيت قبل شوي، كنت قاعده قبل شوي عم بحكي عن الاندايركت بس ما حكيت عن الواشنج. تمام، هلا بعمل واشنج. لا، ليش بعمل واشنج؟ لانه يعني ما بدي انا غير هذا الانتيجين وهذا الانتي بودي بس الموجودين حاليا عندي. تمام، فلو كان الانتي بودي خاص في هاي سوري لو كان الانتي بودي خاص في هذا الانتيجين اللي انا اصلا حطيته، معناته مش رح يصير له واشنج اوت لانه يعني بيكون رابط فيه. تمام، بعدين ايش بجيب؟ بجيب فلوريسنت ليبلد انتي سبيشيز جلوبولين، يعني انتي سبيسيفيك جلوبولين، والكونجيجيتد سيستم ايش بيكون؟ بيكون عباره عن فلوريسنت، يعني انتي بودي عليها فلوريسنت. تمام، ف هذا الانتي بودي اللي انا حطيته بيكون عليه فلوريسنت، يعني هي عباره عن ستين. تمام، ترتبط على الانتي بودي. تمام، لو ارتبطت على الانتي بودي بتروح بتضوي مثل هيك بتضوي، فمعناته بما انها ضوت معناته والله موجود الانتي بودي.
طيب ايش هاي الانتي سبيشيز جلوبولين؟ هي عباره عن انتي بودي بتقدر انها ترتبط مع انتي بودي ثانيه. يعني احنا في عندنا الانتي بودي بالعاده بتقدر ترتبط مع مين؟ بتقدر ترتبط مع الانتيجين. هسه هون يعني بنقدر نحكي عنها انه هي عباره عن انتي انتي بودي، انه يعني انتي بودي انه هي عباره عن انتي بودي بتقدر تشبك مع انتي بودي ثانيه زي هون، تمام؟ لكن هون ايش بتكون؟ فلوريسنت ليبلد، يعني بتكون مضويه، تمام؟ هلا الطريقه الثانيه اللي هي الدايركت، الدايركت هون بدنا نعمل ديتكشن لمين؟ للانتيجين، نشوف اذا السامبل فيها انتيجين ولا لا. بجيب سامبل، تمام، ولنفرض انه فيها موجود الانتيجين، بجيب شو بقول لي فلوريسنت ليبل سبيسيفيك انتي بودي، يعني انتي بودي ليبل بايش؟ بفلوريسنت، تمام، وبحطها على السامبل. لو كان يعني السامبل فيها انتيجين وهذا الانتي بودي كان اجينست هاي الانتيجين، معناته راح تضوي مثل هون، تمام. بدنا ننتبه انه هون احنا استخدمنا انتيجين من السامبل وفلوريسنت ليبل سبيسيفيك انتي بودي من وين؟ انه جبناها احنا مصنعه. هون برضو بدنا نكشف عن وجود مين؟ عن وجود انتي بودي. كيف؟ انه بجيب انتيجين، تمام، وبشوف هل الانتي بجيب سيرم، تمام، وبحطه على الانتيجين. لو هو شو بقول لي ان ليبلد انتي بودي، ننتبه هنا ان ليبلد انتي بودي، هون كان ليبلد انتي بودي. هلا كمان شوي برضه نحن نستخدم ليبل، بس بالاول استخدمنا ان ليبل اللي هي بتكون موجود بالسيرم تاعت مين؟ تاعت البيشنت، تمام. فلو كانت موجود معناته راح يربطوا على بعض. بعدين بدي اشوف انه موجود ولا لا، بجيب مين؟ بجيب فلوريسنت ليبلد انتي سبيشيز جلوبولين، اللي هو حكينا عباره عن زي كانه انتي انتي بودي، يعني عباره عن انتي بودي بشبك مع انتي بودي ثاني، تمام. فهون احنا كشفنا عن وجود انتي بودي، هون احنا كشفنا عن وجود انتيجين. هلا هذا ايش فكرته؟ كومبلمنت فيكسيشن تيست ايش فكرته؟ انه بدنا ندور على مين؟ بدنا ندور على انتي بودي، تمام. بجيب مثلا لو اخذنا بيشنت A وبيشنت B، تمام، جبنا السيرم تاعت البيشنت وكانت فياتها انتي بودي، تمام. هسه كيف بدي اعرف ان موجود عندي انتي بودي ولا لا؟ فانا ما بعرف اصلا بالاول اذا موجود عندي ولا لا، فبدي اعمل اختبار، تمام. هلا هون انا شو حطيت؟ حطيت سيرم تاعت البيشنت، وهون يعني كان فياتها انتي بودي، اما هذا البيشنت ما كان فياته انتي بودي، تمام. بعدين رحت جبت انتيجين، بالاثنين حطيت انتيجين، يعني انا هون جبت بليت وجبت هون بليت، هون حطيت السيرم كان فياته انتي بودي، هون جبت السيرم ما كان فياته انتي بودي، تمام. هلا ورحت حطيت بالاثنين انتيجين، تمام. هلا بما انه هون في عندي انتي بودي، المفروض انه الانتيجين والانتي بودي يرتبطوا مع بعض، لكن هون انا ما في عندي انتي بودي، معناته الانتيجين هون رح بيكون حر، تمام. تمام، بعدين بعد ما احط الانتيجين انتي بودي مع بعض ويشبكوا مع بعض راح اجيب كومبلمنت، تمام. بس احنا بنعرف انه الكومبلمنت بيشبك مع مين؟ مع الاميون كومبلكس. مين هم؟ الانتيجين انتي بودي. فهون الكومبلمنت شبك مع مين؟ مع الانتيجين انتي بودي الاثنين مع بعض. هون الكومبلمنت راح بيكون فري لانه ما في عندي انتي بودي اصلا يشبك عليه. بعدين روحت جبت هيمولايسين سنسيتايزد ريد بلاد سيل، يعني هاي عباره عن ريد بلاد سيلز، تمام، عليها هيمولايسين، يعني هي عليها اشي رح يخليها تتحلل لو شبكت مع الكومبليمنت، تمام؟ تمام. ولكن هون الكومبليمنت شابك مع مين؟ شابك مع الانتيجين انتي بودي، بحكي له لا انا ما بقدر غير اشبك بس مع وحدة، رح اشبك يعني هو من الاول شبك مع الانتيجين انتي بودي. فلما حطيت انا الار بي سيز ما كان في فرصة انه الكومبليمنت يجي يشبك مع الار بي سيز اللي عليها الهيمولايسين، تمام؟ فمش رح يصير لها تحلل، رح يعني مش رح يصير لايسز للار بي سيز. اما هون الكومبلمنت كان فري، ما كان شابك مع الانتيجين انتي بودي لانه بالاصل ما كان في عندي انتي بودي، تمام. فبتروح هاي الار بي سيز اللي هي اللي سميناها الهيمولايسين سنسيتايز ار بي سيز، اللي هي لو شبكت مع الكومبلمنت رح يصير لها لايسز، بتشبك مع الكومبلمنت لانه فري، لانه ما في عندي انتي بودي، ورح يصير في عندنا ايش؟ يصير في عندنا لايسز. اما هون ما صار في عندنا لايسز، اتجمعت وين؟ في البلت، يعني اتجمعت تحت. فهون شو سميناه؟ بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لانه عنده انتي بودي. اما هون شو نسميه؟ نيجاتيف. ليش نيجاتيف؟ لانه ما عنده انتي بودي، لانه ما عنده انتي بودي الكومبلمنت كان فري، لانه كان الكومبلمنت فري شبك مع الهيمولايسين سنسيتايزد ار بي سيز وصار في عندنا لايسيز. وكمان نعرف انه هاي النوعيه من التيست بتنعمل يعني بسبيشال لاب اللي هي سنترال لاب، بس يعني بمراكز كتير، يعني بلابات بتكون يعني مركزيه وبتكون كتير كبيره، او يعني خاص مركزيه. وهون بصير الفيكسيشن دي شوي، هون بصير فيكسيشن لما بيرتبط مع مع الانتيجين انتي بودي، تمام. صراحه انا جدا اسفه على طول الفيديو، بس يعني ضلنا شوي، وعن جد الدكتوره كتير حكت يعني برا اشياء، تمام. هلا نيوكليك اسيد ديتكشن بحكي لي يعني عندي اياه طريقتين، اما تارجت امبليفيكيشن ميثودز
اما سينجل امبليفيكيشن تكنيكس هون دكتور كمان برضو ما ركزت كتير. التارجت امبليفيكيشن ميثود بتصير عن طريق البوليميريز تشين رياكشن هي البي سي ار, او عن طريق الريال تايم اللي هي البي سي ار اللي هو كمان نقدر نحكي عنه الكوانتيتيف بي سي ار. تمام. اما السنجل امبليفيكيشن تكنيكس اللي هي البرانش دي ان اي والهايبرد كابتشر. تمام. هلا بحكي لي انه الموليكولار تكنيكس بنستخدمها كمان حتى ناكد البوزيتيف سيرولوجيكال ريزلتس, يعني انه طلعت من السيرولوجيكال ريزلتس اللي قبل شوي اخذناهم تقريبا كانوا 6 او 7 كانت النتيجه بوزيتيف. بروح بدي اتاكد. كيف بتاكد؟ بتاكد عن طريق الموليكولار تكنيكس, انه مثلا والله طلع معي الانتيجين ماشي انه طلع معي هو بوزيتيف وانه على اساس انه هو اتش اي في ماشي هيك طلع بالنتيجه. تمام. فانا بروح احكي لا ما بصير يعني انه بس مجرد السيرولوجيكال تيست خلص انا اروح ابدا بعلاج المريض بالاتش اي في, لازم اتاكد اكثر. بايش بتاكد؟ عن طريق الموليكولار تكنيكس. بحكي انه هاي الموليكولار تكنيكس هي هاير سنسيتيفيتي اند سبيسيفيتي. تمام. فبتكون يعني هي اكثر هيك يعني سبيسيفيك اكثر من السيرولوجيكال تيست. اذا النيوكليك اسيد ديتكشن كان عنديها تنتين. تمام. التارجت امبليفيكيشن ميثود والسنجل امبليفيكيشن تكنيكس. التارجت كانت البي سي ار ونوعها الثاني اللي هو ريال تايم بي سي ار. تمام. او السنجل امبليفيكيشن تكنيك اللي هي كانت البرانش دي ان اي او الهايبرد كابتشر. تمام. حكينا الموليكولار تكنيك بتكون يعني مور سنسيتيف ومور سبيسيفيك. هلا الجين سيكونسينج اتوقع انه هذا اخر اشي باهداف المحاضره حطيتهم اول شيء. بحكي لي سيرتين جينوتايبز. هلا احنا تذكروا الجينوتايب ايش كان؟ كان الجين سيكونس. صح. كنت اضل اعيده بالمحاضره الثانيه كانه كانوا عباره عن ايش؟ عباره عن الجين سيكونسينج. تمام. فيعني هو بيكون عباره عن ترتيب النيوكليوتايد تاعت مين؟ تاعت الجين. تمام. فمن خلال هاي الجينوتايب انا بقدر اعرف انه مثلا هاي الفيروس بيكون ريزيستنس للتريتمنت. تمام. او بيكون فيرولنس. فيرولنس يعني هو بضل هيك يعني يحاول قد ما يقدر يعني يفرز شغلات عشان تخليه يعني موجود بالبيئه اللي هو عايش فيها, انه يعني بنقدر نعتبره انه هو بيكون ريزيستنت. تمام. فمن خلال هاي الجينوتايب انا بقدر اعرف السيكونس تاعت الدي ان اي تاعه, او بقدر اعرف شو الميوتيشن اللي صاير عنده لحتى هو خلته ريزيستنس للادويه. تمام. فبقول لي testing specific mutation لحتى نحدد الانتي فيرال ثيرابي, لحتى نحدد الدواء اللي راح استخدمه اخليه يخرب هاي الميوتيشن اللي صارت اللي سوت عنا اللي خلته يعني resistance للثيرابي. وانا لما بخربها معناته هيك انا يعني راح اقدر اعالجه لانه هو بطل في عنده الميوتيشن, لانه اصلا مشكلتي كانت بالميوتيشن اللي هو عاملها. تمام. فانه الجين سيكونسينج بخليني اعرف شو ترتيب الجينات عنده اللي انا اقدر اهاجمها بالانتي فايرال. اوكي. سواء كان عامل ميوتيشن او لا, او انه مثلا تذكر لما كنا حكينا عن البكتيريا انه كانت هي عندها فيرولنس فاكتور, وحكيت مثال انا خارجي انه كان في عندها بروتين بي او بروتين ام كان بيمنع الفاجوسايتوسيس. فاحنا هون ممكن هو عامل ميوتيشن يمنع الفاجوسايتوسيس, فانا بدي اعطيه دواء يخرب هاي الميوتيشن اللي عامل فيها انه يمنع الفاجوسايتوسيس عشان يعني يموت هو. تمام. يعني تيجي الفاجوسيتيك سيل وتاكله. هيك ضل 6 سلايدات. بحكي لي الانتي فايرال ايجنتس يعني لا يعني الادويه مضادات الفيروس بدنا نعرف عنها هدول النقط. بحكي لي سيلكتيفلي انهبيت فايرال ريبليكيشن, يعني انا لازم اختار انه يعني يسم يعني هذا الدواء يروح يقتل لي الفيروس بدون ما يقتل لي الخليه الموجود فيها الفيروس, لانه يعني ما بدي اسمم انا خلايا الجسم. تمام. واللي سيلكتيف توكسيسيتي يعني بس نعمل توكسيك لامين للفيروس نفسه. تارجتينج one of the steps in the viral life cycle. تذكروا الفيرال سايكل كانت في عندي اياها اول شيء اتاتشمنت, بعدين كان في عندي اياها بنتريتينج, بعدين كان في عندي اياها انكوتينج. فاحنا بنحاول نستهدف هاي اللايف سايكل عشان اخرب عليه انه يعمل ريبليكيشن. تمام. Only a few viral infection have antiviral agents. يعني مش كل الفيروس الموجود عندنا وبتعمل لنا infection عندي إلها antiviral agents, بس شوية فيروسات.
مش زي البكتيريا. There are no broad spectrum antiviral. يعني بالبكتيريا كان في عندي يعني دواء بقدر استخدمه مثلا للجرام بوزيتيف للجرام نيجاتيف. هون بحكي لي لا، كل دواء بيكون specific لفيروس معين، ما عندي broad spectrum. تمام، broad spectrum. Generation of resistant variants. يعني بحكي لي انه انا لما بعطيه دواء بدي اكون عارفة انه ممكن يصير هذا الفيروس resistant لهذا العلاج. تمام. آخر إشي at present no antiviral can eradicate latency. بحكي لي إنه لحد هلا تمام ما في عندي ولا antiviral agent بيقدر يطرد latency. latency هاي المحاضرة الثالثة بس نجيها بتعرفوها، بس إنه نعرف إنه ما في ولا دواء بيقدر يطرد latency. تمام. وفي شغلة كمان حكتها الدكتورة إنه صح، احنا هون بالنقطة الثالثة حكينا انه بس شوية viral infection لهم antiviral agent. مين هي هدول الفيروس اللي لها antiviral؟ الهيباتيتس سي و بي، الانفلونزا لو تكتبوهم هيباتيتس سي و بي، الانفلونزا، ال HIV، الهيربس، والريسبيرتوري سنسيتيف، كأنه الريسبيرتوري سنسيتيف اتوقع اسمه، او الريسبيرتوري سنسيتيف مش عارفة، بس اوله الريسبيرتوري. هلا انتي فايرال تارجتس، اول تارجت اللي هو انه نمنع الاتاتشمنت تمام، او نمنع الفيوجن، او نمنع الانكوتينج. اوكي، اول شيء في عندي فيروس الاتش اي في. فيروس الاتش اي في عشان يعمل اتاتشمنت ويقدر يدخل لداخل الخليه، حساب انه يعمل اتاتشمنت انه يربط الريسبتورز تاعته بالخليه عشان يفوت جواها. تمام. هذا الاتش اي في فيروس احنا بنعرف انه هو غالبا بيهاجم خلايا التي سيل. تمام. بيكون هاي على التي سيل في السي دي 4 تمام، اللي هي الهيلبر يعني، وبيكون في عليها كمان الكيموكاين ريسبتر 5. اوكي، اللي هو هذا CCR5 هو كور ريسبتر. عشان يقدر يعمل اتاتشمنت ويفوت لجوا لازم برتبط مع هدول الشغلتين اللي هي CD4 والCCR5. اوكي، هذا الدواء اللي هو اسمه رالتيجريفر دراج بمنع الاتاتشمنت ما بين ال HIV فيروس وما بين CD4 والCCR5. تمام. فانه كيف الرالتيجريفر توقع اسمه منع الاتاتشمنت، انه منع الاتاتشمنت ما بين اتش اي في والسي دي 4 والسي سي ار 5. تمام. نيجي على الفيروس الثاني اللي هو الانفلونزا اي فيروس. هذا الانفلونزا اي فيروس عشان يعمل انكوتينج لازم بروح يرتبط مع الماتريكس 2 بروتين اللي هو الام 2. تمام. بيجي دواء اسمه الامانتادين وبيرتبط هو على الام 2 بروتين، يعني هو بيرتبط على الماتريكس 2 بروتين، فعشان هيك الانفلونزا اي فيروس مش راح يرتبط على الام 2 ويعمل انكوتينج. هلا يعمل انكوتينج معناته انه يشلح البروتين اللي عليه ويعمل ريليز ويعمل ريليز للنيوكليك اسيد تاعه. معناته هو ما عمل انكوتينج، معناته الانت يعني النيوكليك اسيد تاعه ما فاد لداخل الخليه. تمام. تمام. اذا الاتش اي في فيروس بيتم تطبيقه عن طريق الرالتيجريفر، الانفلونزا اي فيروس بيتم تطبيقه عن طريق الامانتادين. تمام. برضو الاتش اي في كيف برضو بدي اثبته؟ عن طريق انه في عندي دواء الانفيوفرتايد بيمنع برضو الاتش اي في. كيف؟ حتى الاتش اي في يعمل فيوجن تمام، بيرتبط على بروتين اسمه جي بي 41. اوكي، هذا الانفيوفرتايد تمام بيروح بيرتبط هو على هذا البروتين. تمام، بيمنع الاتش اي في من انه يعمل فيوجن. اوكي. طيب صار في عنا اتاتشمنت وصار في عنا فيوجن انه يعمل بنتريتينج تمام، وصار في عنا انكوتينج. طيب شو المرحله الثانيه؟ كانت انه يصير في عنا ريبليكيشن صح، المرحله الرابعه انه يصير في عنا ريبليكيشن عن طريق انه بنكون مسنجر ار ان اي. طيب انا كيف يعني هو خلص دخل لداخل الخليه، كيف بدي امنعه؟ انه بدي امنع تكون المسنجر ار ان اي. كيف بدي امنع تكون المسنجر ار ان اي؟ في عنا فيروس اسمه سايتوميجالوفيروس ريتينايتس. اوكي، بنمنع المسنجر ار ان اي تكون المسنجر ار ان اي له عن طريق في دواء اسمه فوميفيرسين. تمام، هذا عباره عن انتي سنس كومباوند بيروح بيرتبط على المسنجر ار ان اي وبيمنعه من انه يكمل شغله. فمعنى هو رح يمنع ايش؟ رح يمنع الترانسليشن. معناته احنا منعنا الريبليكيشن. إذا بتذكروا بالموليكولار السنس كانت هي التمبلت اللي بنعمل له ريبليكيشن، فبتكون عندي مسنجر ار ان اي من خلال هاي السنس، وبيجي هذا الانتي سنس كومباوند اللي هو عبارة عن الدواء، يعني هذا الدواء هو عبارة عن انتي سنس كومباوند اسمه فوميفيرسين وبرتبط على المسنجر ار ان اي. تمام. طيب لو صار في عندي تكون للمسنجر ار ان اي، كيف بدي يعني ما لحقت وصار في عندي تكون مسنجر ار ان اي، كيف بدي امنع؟ بمنع عن طريق النيوكليك اسيد سينثيسايز.
صح، الفيروس بيتكون من نيوكليك اسيد وبروتين، فانا بدي امنع النيوكليك اسيد تاع، يعني امنع تكون النيوكليك اسيد تاع. في عندنا ادويه الاسايكلوفير، هاي الاسايكلوفير للهيربس سيمبلست فيروس، جان سايكلوفير، سايكلوفير بنستخدمه للسايتوميجالو فيروس، الاي زي تي بنستخدمه للاتش اي في فيروس، اللاميفيودين بنستخدمه للهيباتيتس بي، الريبافيرين بنستخدمه للهيباتيتس سي، يعتبر نيوكليوسايد انالوجز، هذول كلهم يعتبروا نيوكليوسايد انالوجز. في عندنا كمان اول دواء حكينا عنه اللي هو الرالتي جريفر، برضه بنستخدمه للاتش اي في، بيعمل هذا عن طريق شغلتين، بيعمل اول شيء حكينا عن طريق انه بيمنع الاتاتشمنت، وكمان بيمنع مين؟ بيمنع تكون نيوكليك اسيد سينثيسايز. كيف بيمنع النيوكليك اسيد سينثيسايز؟ احنا بنعرف انه الاتش اي في عشان يعمل انفكشن داخل الهيومن لازم يصير دي ان اي، صح؟ فكيف بيتحول لدي ان اي؟ عن طريق الانتجريز، تمام؟ فهو بيمنعه، يا سوري مش انه كيف بيتحول لدي ان اي، هو هذا الاتش اي في لازم بيعمل انتجريشن بالجينوم تاعي انا كهيومن، تمام؟ هذا الانتجريز بيمنع الانتجريشن ما بين الاتش اي في جينوم وما بين الهيومن جينوم، اوكي؟ اذا مره ثانيه الريلتي جريفر بيشتغل بطريقتين، بيمنع الاتاتشمنت او بيمنع النيوكليك اسيد سينثيسايز. كيف بيمنع النيوكليك اسيد سينثيسايز؟ انه بيشتغل على الانتجريز، يعني بيضبط الانتجريز، اوكي؟ ايش وظيفه الانتجريز بالاصل؟ انه يعمل انتجريشن ما بين الهيومن جينوم وما بين الاتش اي في جينوم عشان يعمل ريبليكيشن مع الهيومن جينوم، تمام؟ فهو لما بيمنع الانتجريشن معناته الفيروس مش راح يشتغل، تمام. هلا البروتين لما بينتج تاع الفيروس بيكون عباره عن بريكورسر بوليبيبتايد، يعني هي بريكورسر معناته هو بيكون ان اكتيف، تمام؟ حتى يصير له اكتيفيشن لازم يصير له كليفج، اوكي؟ فكيف بيصير له كليفج؟ بما انه هو بوليبيبتايد، عن طريق بروتياز، صح؟ بروتياز معناته انزيم بكسر البروتين. طيب لو انا رحت عملت هذا الانزيم انهيبيشن معناته مش راح يكسره، معناته راح يضل ان اكتيف، معناته مش راح يشتغل، اوكي؟ ف من ال HIV بروتياز انهيبيتور في عنا الاندينافير والريتونافير والاندينافير، تمام؟ اندينافير، اوكي؟ من ال HCV بروتياز انهيبيتور سيمي بريفير والجرازينو بريفير، جرازو بريفير، هاي عبارة عن أدوية، تمام؟ تمام. هلا كيف بدنا نعمل تصنيع البروتين تاع الفيروس؟ بحكي لي في عندي دواء اسمه الانترفيرون، هذا الانترفيرون بيعمل اكسبريشن للترانسليشن انهيبيتوري بروتين. الترانسليشن انهيبيتوري بروتين معناته ايش؟ هو عباره عن بروتين راح يعمل انهيبيشن للترانسليشن، تمام؟ بيرتبط على الريبوسوم هذا البروتين اللي عمل له اكسبريشن عن طريق اللي صار له اكسبريشن عن طريق الانترفيرون، بيرتبط على الريبوسوم وبيمنع الهوست اكسبريشن اوف فايرال بروتين، اوكي؟ فبيمنع يعني بيمنع الترجمة تاعت البروتين، اوكي؟ اخر اشي عندنا inhibition of viral release، صح؟ احنا باخر خطوة كانت اسمها release، انه يطلع الفيروس برا الخلية. كيف بدنا نمنعه انه يطلع برا الخلية ونخليه بس محصور داخل الخلية؟ عفوا صرت inhibition of viral release انه بدنا نمنع الريليز اللي هي اخر خطوة كانت بالفيروس ونخليه بس داخل الخلية. في عندنا اوسيلتا ميفير دواء، تمام؟ واسمه الثاني تامي فلو. في عندنا دواء تاني اسمه زانميفير، له اسم ريلينزا، بنستخدمه للبروفيلاكسيز والتريتمنت للانفلونزا فيروس، اكتبوها الانفلونزا فيروس. هذول الاثنين كيف بيعملوه؟ هذول الاثنين بيعملوه عن طريق انه بيعملوا نيوميراتيز انهيبيتور. في عندنا انزيم اسمه نيوميراتيز، تمام؟ هذا النيوميراتيز بيشبك عليه الفيروس عشان يقدر يطلع برا الخليه عشان يصير له ريليز، تمام؟ هلا لو احنا خربنا هذا الانزيم معناته مش رح يقدر الفيروس يشبك مع هذا الانزيم عشان يقدر يطلع برا، معناته هو رح يضل داخل الخليه. هذا النيوميراتيز مسؤول عن انه يطلع الفيروس برا الخليه، تمام؟ مره ثانيه اكتب اسمه نيوراميندز، تمام؟ اخر سلايدين، تمام؟ وبسطات بحكي لي فاكسينز اند ايميونايزيشن، يعني احنا كيف بدنا نعطي فاكسين او بنعطي الواحد مناعه. الاكتيف اميونيتي خلينا نربطها مباشره بالفاكسين، لما نحكي اكتيف اميونيتي معناته فاكسين. طب احنا كيف بنعطي الفاكسين؟ احنا بنعطي الفاكسين، الفاكسين بيكون فياته، احنا بنعرف انه بنعرف انه الفاكسين بيكون فياته فيروس، تمام؟
هذا الفيروس يعني، طب يعني شو انا قاعده عن بعض المريض فيروس؟ بس لا، هذا الفيروس من خاصيته انه يعني هو بيكون كثير ضعيف لدرجه ما بيقدر يعمل انفكشن، او بيكون كيلد يعني قتلناه تمام من الليف من اللايف اتينيويتد اللي هو بيكون ضعيف تمام يعني ما بيقدر يعمل انفكشن. الميسلز والمامز والروبيلا والام ام ار والبوليو فيروس اللي هو السابين فاكسين تمام. في كمان دكتورة حكت اليلو فيفر والبوكس والشيكن والروتا فيروس، بس هدول تمام. حكينا اليلو تمام. هدول يعني انا بعطيهم فاكسين عن طريق شو؟ عن طريق اللايف اتينيويتد، يعني بعطيهم اياه يعني بيكون الفيروس ضعيف جدا يعني انا بضعفه تمام. اسم البوليو اسم الفاكسين تاع البوليو فيروس هو السابين فاكسين اوكي. او بعطيهم فاكسين بكون فياته الفيروس ميت يعني كيلد احنا قتلناه تمام. مثل شو؟ مثل البوليو فيروس. ولكن شوفوا هلا البوليو فيروس صار عندي اثنين، اما رح يكون لايف اتينيويتد اما رح يكون كيلد فاكسين تمام. الكيلد فاكسين بالنسبه للبوليو فيروس بيكون اسمه سولك فاكسين، اما اللي بيكون من اللايف اتينيويتد بيكون سابين فاكسين. في عنا كمان غير البوليو فيروس اللي هو سولت فاكسين، في عنا كمان الرابيس، وفي عنا كمان الانفلونزا تمام. هدول ايش بيكونوا؟ بيكونوا كيل فاكسين. هما بالنسبه للباسيف فاكس باسيف اميونيتي، هون انا بعطيه انتي بودي جاهزه يعني بري فورمد، يعني بري فورم انتي بوديز يعني هي انتي بودي لكن تم تصنيعها سواء كان بجسم ثاني او سواء كانت بلاب او باي شيء، المهم انه انتي بودي تم تصنيعها بعطيها للمريض تمام. هاي ايش بتكون؟ بتكون باسيف اميونيتي، يعني هو حصل على انتي بودي ولكن هاي الانتي بودي ما كان يعني وذات اميونايزيشن، يعني هو ما صار له ما تعرض للانتيجين وكون انتي بودي، لا هاي الانتي بودي انا اعطيته اياها جاهزه. اما الباسيف اكتيف اميونيتي معناته باسيف اكتيف اميونيتي اللي هي الفاكسين، والباسيف معناته هي بري فورمد انتي بوديز تمام. giving both immunoglobulins يعني بنعطيه الاثنين اما عن طريق الفاكسين اما عن طريق الباسيف، هي بيصير في عندنا immediate protection and a vaccine يعني حمايه فوريه على السريع، يعني انا ما بدي اياه يعني بدي اعالجه على السريع تمام، يعني انا بدي اياه يروح يتخلص من الفيروس بشكل سريع جدا تمام. بحكي لي long term protection يعني يعني بعطيه حمايه لفتره طويله تمام. غير هيك حكت الدكتوره انه اول اشي انا بعطيه الباسيف اميونيتي عشان يروح يهاجم الفيروس تمام ويخلصني منه، بعدين برجع بعطيه فاكسين بس بالمكان يعني مش بنفس المكان اللي اعطيته اياه الباسيف اميونيتي، يعني اعطيه بمكان مختلف عشان ما يصير في عندي نيوترلايزيشن. وحكت هذا اكثر اشي مشهور بالرابيز انفكشن، هذا اللي اخذناه هون صح، حكينا اذا هذا الرابيز فيروس بعطيه اكتيف اميونيتي اللي هي الفاكسين وبعطيه برضه باسيف اكتيف اميونيتي تمام. اخر شيء في عندي هون مقارنه بين الانكتيفيتد والاتينيويتد، الانكتيفيتد اللي هي الكيل تمام. بحكي لي بالنسبه للكوست بحكي لي هي بتكون غاليه، اما الاتينيويتد بتكون يعني ارخص تمام. الانكتيفيتد بعطيه بارينترال، اما الاتينيويتد بعطيه اورال. هنا الادجوفنت نيدد بالانكتيفيتد اللي هي الكيل ونوت نيدد بالاتينيويتد، صراحه ما فهمت معناها، ما فهمت بشو نساعده. بالنسبه للستابيليتي بالانكتيفيتد جود وبالاتينيويتد بور، بالنسبه انه ممكن ينتكس الواحد او ممكن مثلا ترجع له الانفكشن، بالانكتيفيتد لا، اما بالاتينيويتد ممكن. هلا الستابيليتي الدكتوره حكت انه بالانكتيفيتد اللي هي كيلد انه انا مش بحاجه لما اجي بدي انقله او شيء ان او لما بدي اخزنه، يعني مش بحاجه لظروف معينه تمام، اما انه بده حراره معينه او شيء. اما بالاتينيويتد حكت انه لا يعني هو يعني بحاجه. مره ثانيه الاستابيليتي حكت الدكتوره انه مش بحاجه لحطه بظروف معينه او بحراره معينه لحتى انقله، اما الاتينيويتد بحاجه لدرجات حراره منخفضه حتى اني انقله، مثلا بحاجه ل 2 سيليسيوس 3 سيليسيوس مرات بالسالب تمام. الاميونيتي بحكي لي بالانكتيفيتد او الكيلد الميوكوزا الاميونيتي ما بتكون موجوده، اما بيكون في عندي بالاتينيويتد بيكون في عندي ميوكوزا الاميونيتي. بالانكتيفيتد بيكون انتي بودي ميديتد، اما بالاتينيويتد بيكون انتي بودي ميديتد، بيكون في عندنا برضه
توكسيك تيسيل الاتينيويتد لونج لاستينج يعني بيستغرق وقت اطول. الانكتيفيتد بيستغرق وقت اقل. بالنسبه للادجوفنت رجعت سمعت شو حكت الدكتوره, حكت انه انه احنا بنحتاج انه ناخذ معاه شيء, اما بالاتينيويتد لا احنا ما بنحتاج انه ناخذ معاه شيء. وصدقا جدا اسفه على طول المحاضره ويعطيكم العافيه.